أنا مش هعقد لك مقارنات كتير يعني، لكن بمنتهى البساطة شوف، لما دولة تاخد قرار وتبذل جهد وعناء، هي ومنظمات العمل الأهلي وكياناته المختلفة والأحزاب زي حزب حماية الوطن وحزب مستقبل الوطن وأحزاب مختلفة، يشتغلوا على الوقوف بجانب المواطن وبهذا التعبير كتف في كتف، ده في حد ذاته شيء عظيم. تيجي تقول لي بس اصل يعني والحد امتى واحنا هقول لك والله يا حبيبي يعني امل حياتنا كلنا ان ما تبقاش الدوله عندها لزوم او اضطرار انها تعمل هذه المبادرات الضخمه العظيمه، وان يبقى في عندنا كلنا قدره شرائيه ان احنا نفطر الصبح سندوتشات دهب. مفيش حد هيكره والله، هنبقى مبسوطين قوي قوي يعني. لكن عايز الدولة تقف تتفرج، ده شيء غريب بصراحة. طيب لما تيجي الدولة بتنظيمات سياسية ومنظمات العمل الأهلي وما إلى ذلك يشتغلوا على الوقوف جنب أهالينا الأولى بأن احنا نقف معاهم، ويتعمل حملة بهذه الضخامة وبهذا التنظيم، وده شيء مهم قوي، مش بس كده، وبمنتهى العزة والكرامة لأهالينا اللي بيتلقوا هذا الدعم، الحاجة بتوصل للناس لحد البيوت بحب أولا وباحترام وبكرامة وبعزة، حاجة جميلة. وبعدين هنا تشوف إزاي الشبان المشاركين في هذه الحملة أو في هذه المبادرة كتف في كتف، وهم بيبذلوا من وقتهم ومن جهدهم طول الوقت علشان خاطر مصر تخش على رمضان مستريح. خليني هنا أخد معانا بعد إذن حضراتكم دكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عايز أتكلم أكتر على كتف بكتف وتحديدا الدور الرائع اللي بيلعبه حزب حماة الوطن في هذه المبادرة الرائعة وفي إيصال كل هذا الدعم الغذائي لأهالينا في المحافظات المختلفة. الحقيقة منذ اللحظة الأولى بإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ المبادرة، مبادرة كتف في كتف التي تجسد تكافل اجتماعي حقيقي وتعطي صورة أعظم صور الإنسانية في مبادرة نراها نحن في حزب حماة الوطن هي الأعظم في مصر الحديث لتدعيم ودعم الحماية الاجتماعية، حيث أن الحزب لا ينظر للمبادرة أنها دور مجتمعي يجب القيام به، ولكن هو واجب وطني وواجب أخلاقي وإنساني نقوم به بكل سعادة. مبادرة إنسانية صدرت عن رئيس إنسان في أيام عظيمة بحشود عظيمة. الحزب منذ اللحظة الأولى وكانت توجيهات السيد رئيس الحزب بتشكيل آلية عمل تضمنت أمين الحزب وأمين عام الحزب وأمين الإعلام بالتنسيق مع عدة أمانات كالمراسم وكأمانة الشباب من أجل تسخير كافة إمكانيات والمتاحة للحزب من حيث تدعيم المبادرة. قمنا في نفس يوم الفعالية أو الاحتفالية التي كانت بالإستاد مساء ذات اليوم الساعة 12 مساء بإطلاق أول قوافلنا بشاحنات بعدة 100 شاحنة محملة بما يزيد عن 100,000 كرتونة للمواد الغذائية، وتم إطلاقها كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع قائمين على تحالف الوطن العمل الأهلي التنموي من حيث استهداف مناطق والقرى والمراكز والأسر الأولى بالرعاية. طيب ده كلام عظيم جدا. المتطوعين يا فندم أنا ملاحظ إن هم مجموعة من الشبان من مختلف الأعمار، والولاد زي الفل ومقدمين وقتهم ومقدمين مجهودهم. إزاي بتشوف هذا العمل التطوعي يا دكتور؟ أنا عايز أقول لحضرتك مهمة جدا إن إحنا يمكن في حزب حماة الوطن على مدار اليوم يعني إحنا بنعتبر نفسنا في مهمة وطنية لخدمة الوطن وخدمة المواطنين والتلاحم مع قضاء بنمارس العمل على مدار
نطلق العديد من الفعاليات والمبادرات، لكن ما كانش في فاعليه او اسعدت قلوبنا رغم الجهد والمشقه التي بذلناها. يمكن احنا قعدنا ايام متواصله ما بننامش من اجل الجهود لتدعيم تلك المبادره، لكن سعاده بالغه ان احنا بنقوم بعمل انساني عظيم كان المؤسس فيه والعامل الرئيسي فيه هو شباب الحزب. شباب الحزب المقبل على الحياه، المحب لوطنه، المخلص لاهله ومؤسسيه، ما ناموش بمعنى الكلمه، ما ناموش ليل نهار بمنتهى الحب والسعاده وحاجة من الحب والانسانيه العاليه كانوا بيقدوا مجهودهم من اجل تنفيذ تلك المبادره او المساهمه في تلك المبادره. جميل، أنا بشكرك جدا يا دكتور أحمد، ألف شكر دكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن. مبادرة حقيقي مهمة وحقيقي فعالة وحقيقي بتسند أهالينا. وبالمناسبة لو أنت خدت بالك يعني أو لو ركزت كويس مع الأرقام اللي اتقالت من خلال هذه المبادرة، احنا بنتكلم هنا في أنه هذه الكرتون أو هذا الصندوق يعني مليان بالمواد الغذائية ده ممكن يكفي يعني بالميت أسبوعين وصولا لثلاث أسابيع وأربع أسابيع وممكن زيادة على حسب حجم الأسرة طبعا أو عدد الأسرة. في النهاية دولة خدت قرار أنها تفضل طول الوقت واقفة جنب المواطن،